نظر ايه مختلفة. ضمانة ان ما يكونش في شكل من اشكال فرض رؤية او اجندة معينة على الاطراف؟ لان هنا احنا بنتكلم على شعار واضح هو التفهم لا الاقناع. تفتكر انه في حد يقدر يقنع؟ انت تقدر تقنع اولادك دلوقتي في الاسرة جداً. الواحدة صعب جداً. في الاسرة الواحدة صعب جداً. في الاسرة الواحدة تقدر تقنع اولاد واخواته وولاد وبنات؟ صعب. صعب. واحنا تجربتنا في المجلس الامنا احنا مش كلنا لون واحد. أكيد. احنا الوان مختلفة يعني من اقصى اليمين لاقصى اليسار يعني. وخبرات مختلفة وخبرات متنوعة الى اخره وخلفيات مختلفة. القضية هو دايما في الحوار حاجتين. وانا يعني اشتغلت في الموضوع الحوار على مدى عقود يعني. الحوار مش هدفه هو انك تبقى فيه غالب ولا مغلوب. الحوار مش كده. في التنافس بقى بره السياسي يعني بمجرد ان احنا قبلنا ان نتحاور احنا بنحاول نتفق على الحد الادنى التوافق في حده الادنى. مساحه مشتركه. مساحات المشتركه وده الشعار بتاع الحر تحت سقفنا هو المساحات المشتركه. ما هو المشترك بيننا ونبدا بالمشترك مش بنبدا باللي بيبعدنا عن بعض. نبدا باللي بيقربنا من بعض. فهي دي الفكره. الحوار هدفه كيف نقترب من بعض بمساحات مشتركة توافق في حده الأدنى وننطلق برؤية للمستقبل. وإحنا ما أحوجنا إن إحنا كيف ننظر إلى المستقبل برؤية فريش يعني مش ودايما فريش بمعنى إيه يعني لا نستعير تجربة محمد علي ولا نستعير تجربة ناصر ولا نستعير تجارب من التاريخ إنما إزاي نوجد تجربتنا المعاصرة الراهنة في حدود او التي تواكب التغيرات الاقليميه والعالميه. طيب مجلس الامناء الحوار الوطني هل وضع خطوط حمراء سواء داخليه لي او فيما بعد في انطلاق الجلسات النهارده؟ الخط الاحمر الوحيد منذ الجلسه الافتتاحيه انه لا مكان لمن تلوثت يديه بالدماء او تورط في عمليات ارهابيه. تمام. ده هو ده الخط الاحمر طبعًا. الوحيد ومنطقي طبعا. يعني شخص هو من البدايه رافض فكره الحوار بدليل انه بيمارس لجأ للدم والاقصاء طبعًا. والدم يعني انت مش شايف غير نفسك. ما هو يعني ايه الدم؟ يعني انت عاوز تبقى لوحدك وتستبعد الاخرين اراء يعني بشكل او باخر. هذا هو الخط الاحمر الوحيد اللي وكلنا ما كانش فيه اختلاف عليه. لم يكن هناك اختلاف لانه احنا بنتحاور. ما ينفعش انا وانا بتحاور اشعر بانه في واحد يعني متربص ليا مثلا يعني ما ينفعش. مش هينفع. هذا هو الخط الاحمر الوحيد. لكن كل يعني احنا كان وجلساتنا كانت مسجله كلها. انت يمكن تعلم وزعنا منها اتذاعت الجلسه الاولى على الهواء مباشره والجلسات التاليه كانت منكم يمكن كان موجود معانا. فكان في اختلافات بس انا وانا بختلف مع ضياء مثلا انا مطمئن انه الراجل مش وهو كذلك احمد الشرقاوي او غيره يعني. بقول ضياء لانه صديق طبعا قديم. طبعا فانت مطمئن. فاحنا على سجيتنا ولو انا بحسيت نفسي يعني رحت الى يعني ما هو ابعد من حدود المتاح انا نفسي برجع بحس ان انا لا خلينا فيما هو متاح. نبدا بما هو متاح. نبدا بما هو يجعل المصريين يعني يقتربون من بعض. ايه اللحظه اللي الكاتب والمفكر السياسي الاستاذ سمير مرقص قال في اثناء التحضير اكتر من 2000 ساعه في عدد الجلسات دي كلها قلت الحوار ده ان شاء الله هينجح؟ لان دي كانت عقبه وتخطيناها طول الوقت. ما يعني ما شككتش خالص. لا 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 يمكن يعني ساعات لما كان بيطول مده الاجتماع يعني فتره ما بين اجتماع واخر بس طبعا لما تيجي تحسبها كده احنا بدانا في يوليو وبعدين دخلنا في اعياد كان عيد الضحيه على ما اذكر وعيد يوليو وبعدين انت عارف في الصيف الناس بتريح شويه ورغم كده احنا اشتغلنا في الصيف احنا طبعا كلمه اشتغلنا هنا احنا تطوعا كان عمليه تطوعيه تامه يعني انا اقصد يعني الجهد اللي بذل اغسطس وسبتمبر وبعدين كان في ناس مشاركين في مؤتمر المناخ وده خد برضو جهد كبير من اطراف كثيره الى اخره. لكن يعني في النهايه
يعني لازم يعني حتى مهما كان يعني لازم تدفع في سكة الحوار. وانا عندي يعني عندي قناعة لا يمكن ان تتقدم يعني المجتمعات والدول الا بالحوار بمساحات حوارية. ما ينفعش يعني لازم. وهو ده ترند في العالم يعني العالم احنا ما بنخترعش شيء جديد. يعني العالم المتقدم هو الحوار والناس تحس انها. وبالمناسبة انا اوق من الكلام اللي انا قلته في الجلسة الافتتاحية وهي مسجلة واذيعت انا ذاك في يوليو. انا قلت لفت نظري انه لما اعلن عن الدعوة الى الحوار وقبل تشكيل المجلس الامناء الاف المشاركات من المصريين من اسكندرية الى اسوان ذهبت لامانة الفنية للحوار في ذاك الوقت. ودي لفتت نظري معناه ان في طلب على الحوار ده قبل ما يتشكل مجلس الامناء اللي هو الفتره اللي كانت مايو يونيو من العام الماضي. وكان وقت ارسال المقترحات وفي ناس كتبت افكار واوراق. في حاجات منها ما هو جيد جدا وحاجات طبعا بسيطه. دي ايجابيه، واضح ان في ايجابيه في الشارع، في طلب على الحوار. في ما يكون مواطن بطوله كده في اسوان ولا هنا والراجل واخد الموضوع جد وبعت وهو مش عارف والحقيقة الأمانة الفنية وثقت كل ده وأنا أثنيت على ده أنا ذاك. بس لفت نظري إن في طلب على الحوار، في طلب على الحوار. مسؤولية أكيد. نعم طبعًا طبعًا، لأن معناه إنه الناس إذا في طلب على الحوار ما ينفعش أنا كنخبة أتعالى على الناس ولا على طلب الناس، وكمان أشوف أولوياتهم إيه. يعني إيه اللي شاغل بال الناس؟ المسألة الاقتصادية، المسألة السياسية، وإخبار وإلى آخره. فأنا أظن إنه ده يعني طبعًا بتيجي ساعات حاجات بتدي أولوية لحاجات تانية في يعني الحوار ده هيعمل إيه؟ أوكي. إيه ضمانة إن ينجح؟ إحنا عملنا حوارات ومؤتمرات بقالنا 40 سنة. بس وجود أنا بطمئن، أنا مطمئن إذا مواطن عادي هبقى دايمًا مطمئن إذا في آلية حوار يمكن للحاكم، للمحكومين، للنخبة، للسياسيين انه يرجعوا لها في اي وقت. ده هيبقى آلية مطمئنة، واخد بال حضرتك؟ يعني لازم نحافظ عليها بشكل او باخر يعني.